سلام بنات، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم من آلة مطلن اللي غادي توجدها في الآلة. كيجيو البنات هادو كيجيو قطنيين، كيجيو رائعين راهي بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل زوجة ديالكم. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي نحتاجو 3 ديال الحبات ديال البيض، هنا غادي نحتاج جوج ديال المعالق ديال السنيده. ممكن تزيدوا سنيده، ممكن تكفيو غير بجوج ديال المعالق. باقي غادي نزيدو فارميسي ديال الشوكولات، باقي غادي نزيدو مازال بيبي الشوكولات. كيجيو المذاق هما هادوك. من البيض غادي نخلط بين جوج ديال المعالق ديال السنيده وجوج وثلاثه ديال الحبات ديال البيض. غادي نخلطهم بالفويت اللي تخلطوا ليا مزيان المكونات. عاد من بعد غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت النباتيه. غادي نضيفو تدريجيا بشويه بشويه. من بعد غادي نحتاجو كاس ديال الحليب. هنا كل المكونات اللي غادي نضيفو غادي نخلطها بالفويل. غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البودره ديال الفاني. من بعد غادي نحتاجو دقيق رطب، لان البنات الدقيق راه خربرت واحد جوج ديال المرات. صافي البنات غادي نضيف دابا الكميه ديال الدقيق وغادي نخلطها بالفويل. والقوام ديال الخليط ديالتي ديال المطلين خاص ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش مرخوف. من بعد غادي نضيفو جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوه، يعني في المجموع غادي نضيفو 16 غرام. انا من بعد ملي دفنا لي الدقيق صافي غادي نخلطو دابا المكونات. والقوام ديالي ديال الخليط ديالتي ديال الماطلين خاص ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش مرخوف. وضروري البنات خاصنا نخدمو الخليط ديالنا ديال الماطلين بهذه الطريقه باش يتخلطوا لكم المكونات. غادي نزيد ما تبقى ليا من الدقيق. من بعد غادي نضيف ليه الخل. غادي هنا غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره وغادي نخلط المكونات. من بعد غادي ندير واحد المعلقه ديال الفارميسيل ديال الشوكولات، وغادي ندير واحد الكميه قليله ديال بيبي ديال الشوكولات. انا من بعد ملي غادي ناخذ الاله ديال الماطلين، من بعد ملي سخنتو واحد المده ديال 3 ديال الدقائق صافي البنات غادي ضروري ندهنوا دوك القوالب بشويه ديال الزبده مذوبه. هنا غادي نستعملوا نوعيه جيده باش الماطلين تعطي لكم واحد النسمه ديال الزبده. من بعد غادي نفرغ واحد الكميه قليله ديال الخليط ديالتي ديال الماطلين صافي. هنا غادي نستمر دابا غادي نعمر دوك القوالب. من بعد غادي ندهن الواجهه ديالتي ديال الاله بشويه ديال الزبده. من بعد غادي نسد الاله وغادي نخليه واحد دقيقه اولا جوج دقائق. مره خاصنا نطلعوا عليها باش الا تحمروا لينا نخرجهم ان شاء الله.
ايوا البنات هادو هما الشكل النهائي ديال المطلين من بعد ملي طبناهم في الاله. كيجيو البنات من احسن تشريهم، كيجيو هادو ديال المنزل كيجيو احسن، كيجيو قطنين، كيجيو رائعين رائع بزاف. كنتمنى تجربوا مع افضل الاسره ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء الدعايه في قناتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايك كتبين كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى فيديو اخر. طلعوا في يوسكم، يلا بسلام عليكم.